كما جاء في العناوين، الواحات نظام إيكولوجي له خصوصيات تفرض نمط عيش خاص، نظام هش في مواجهة التغيرات المناخية. ولزيادة وعي الساكنة بخصوصيات هذا المحيط البيئي، المجتمع المدني منخرط في التحسيس بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، منخرط أيضا في جهود تأطير التعاونيات المرتبطة اشتغالها بالمنتجات المحلية لجهة درعا تافيلالت. من الراشدية روبورتاج يونس، كوري تحرير سمير بحميدي. الواحات خزان بيئي ومائي مهم. نحن هنا بمنطقة القصر دمون ضواحي الرشيدية، مشاريع تنموية تروم ربط المناطق المأهولة بالساكنة بقنوات مائية متطورة تعتمد الطاقة الشمسية وتعمل على الزيادة في المساحات المسقية. خدمنا معاهم ودرنا تقريبا واحد 300 ديال متر ولا اكثر ديال اللي صوبنا في الساقيه، ودابا الحمد لله راه كيوصل كيشرب واحد الكميه كبيره، واحد المساحه كبيره ديال الواحه ديالهم. المضي قدما بالجذب السياحي، الحفاظ على الفرشه المائيه اهداف من بين اخرى، الجميع يعمل على ترجمتها واقعا من خلال تضافر الجهود، التكوين المستمر للتعاونيات ضمن المشاريع المسطره. سواء المجالات ديال الصناعه التقليديه، المجالات ديال النسيج ديال العيالات، المجالات ديال يعني ما هو مرتبط بالبنيه التحتيه ديال المنطقه، الامور ان شاء الله غادي تزيد لقدام، وحنا مطمئنين وفخورين ان شاء الله بان المستقبل احسن من الماضي بحول الله. الواحة يتميز سكانها وعلى مر التاريخ بالكرم والجدية، مياه عذبة وفرشة مائية لا مجال لهدرها. منطقة الرشيدية تطورت لكنها بقيت مرتبطة بتراثها المادي واللامادي.